تحية نضالية عالية للجميع، صباحكم مبروك. على كل حال أترككم مع تصريح السيد يونس فراشين حول قضية الأساتذة الموقوفين على الخصوص، وهو على كل حال وهو يعني خبر غير مطمئن، مفاده أن حل أزمة الموقوفين مع الأسف لا تريد الوزارة أن تقوم بها على حسب توقعات السيد يونس فراشي. وطبعا حل الأزمة يراه ونراه كذلك، يراه المناضلون في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هو أنه سحب كافة التوقيفات دون انتقائية ولا تمييز، سحب كافة طي هذا الملف بصفة جملة واحدة. أترككم مع هذا التصريح، وتحية نضالية لجميع المناضلات والمناضلين، وتتبع مفيد لأطوار هذا الفيديو. سي يونس فراشين، صباح الخير، مرحبا بك معنا على شذا فما. صباح النور سي كريم، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك سي فراشين. خليني أسألك بداية على هذا النقطة الأولى اللي ربما كينتظروها ماشي غير الأساتذة لكن أيضا الرأي العام والأسر المغربية لهذا الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل. اليوم من المنتظر أنه الوزارات تطرح عليكم كنقابات تعليمية حلها او تصورها للتعامل مع هذه الملفات ديال الاساتذه الموقوفين. شنو هو التوجه العام اللي ماشيين فيه اليوم؟ السي كريم، حنا بالنسبه لنا هذا الموضوع واضحين فيه، حنا بالنسبه لنا اما يتم سحب كافه التوقيفات بدون انتقائيه، ما يمكنش نتكلموا على دراسه كل ملف على حده. بالنسبه لنا كافه التوقيفات يجب سحبها، لان جات في واحد السياق معين. اليوم كاين يعني واحد المجهود، واحد التعبئه من اجل استدراك الزمن اللي ضاع، وبالتالي يجب سحب كافه التوقيفات دون تمييز، لانه يمكنش نتعاملوا بالانتقائيه. هذه من فتره نسحبوها، هادو الناس كلهم اللي كانوا يعني كلهم كانوا منخرطين في واحد الحراك تعليمي، وبالتالي ما يمكنش التفريق ديالهم او التمييز ديالهم عن بعض. طيب اليوم الوزارة تقول بأنه هاد 500 أو 600 أستاذ كل واحد عنده حالة معزولة، كاين اللي منع أساتذة من أنهم يدخلوا، كاين اللي حفظ التلاميذ أنهم ما يجيوش، كاين اللي عرقل الدراسة، كاين اللي كان عنده تحريض ولا رسائل غير ملائمة في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، في حال ما إذا تشبثت الوزارة بالتعامل مع الحالات بشكل معزول وماشي كيف ما كتدعيو نتوما أنه إلغائها بشكل كامل. شنو الخطوة اللي ممكن تمشيو فيها، وشنو ربما الحل، خليني أسألك، اللي ممكن طرحوه حينها؟ هو إذا تشبتت الوزارة بتعامل حالة بحالة، فإحنا بالنسبة لنا ما يمكنش يعني نشوف هذا الاتجاه. وبالنسبة لنا تحل الملفات آنذاك على المجالس التأديبية، ومن داخل المجالس التأديبية راه كاين النقابة وغدا فعلها على هذا الحل اللي ممكن تمشي فيه الوزارة يعني. ولكن إحنا أنا كنقول لك بأنه مازال متشبتين بسحب كافة التوقيفات بشموليتها، وما يمكنش نخرطوا في هذه العمليه ديال الانتقائيه ونبداو نعزلوا في الملفات هذا حرض او هذا ما حرضش. لانه التحريض، شنو هو التحريض؟ التحريض حتى في هنا يعني اشقائنا التوانسه، لا موبيليزاسيون عندهم باللغه العربيه هي التحريض. انا لما كندير كنقابه كان على اضراب، امارس فعل التحريض على الاضراب، انا سي نورمال ان الناس تحرض على الاضراب. اما بعض السلوكات الاخرى اللي في جميع الأحوال غير مقبولة، ولكن خاص إثباتها بأنه بالفعل كانت سلوكات اللي منع ديال الحق في العمل أو تحريض التلاميذ أو غيره من الأشياء اللي كتقال، فيجب إثباتها أولا.
شنو التوجه اللي غادي في اليوم، شنو المعطيات اللي وصلكم من عند الوزاره، او شنو رد الفعل والاجوبه اللي عندكم اليوم انتم كنقابات تعليميه بهذا الخصوص الى غايه الان ما يتعلق بهذا الملف، شنو قالوا لكم؟ احنا بالنسبه لنا كيقول لك بان اغلب يعني مجموعه الملفات كثيره بان فيها هذا الشيء اللي تكلمتوا عليه ديال التحريض ديال منع التلاميذ او منع بعض الزملاء الاساتذه من انهم يدخلوا الاقسام وغيره. انا قلت لك احنا بالنسبه لنا اليوم هذا هو موقفنا وهذا هو اللي غادي نتوجه له، غادي يعني متفائلين انه يكون حل اليوم لهذا الملف. ما اعتقد انه غادي يكون حل. احنا كنا كنأملوا ان الحل يكون قبل ما يمشيو هاد التوقيف الاجره، لانه ما نسوش بان الناس ما تخلصش هاد الموقوفين. وكنا كنأملوا ان الحل يكون على مستوى الجهات، ماشي ضروري انه 545 حاله تكونسونطرا كلها على مستوى الوزاره ونتذكروا فيها كلها على مستوى الوزاره. كان ممكن ان هذا الشيء كيف ما بقى في 2022 مع المفروض عليهم التعاقد، كان الحل يكون على مستوى الجهات مع مديري الاكاديميات الى اخره. وبالتالي حتى هذا حل ممكن انه نمشيو فيه، ان هذا الحل يعني عوض ما يتسونتراليزا في الوزاره يمشي للجهات. ولكن ما كتعتقدش انه اليوم غادي يكون الحل؟ لا اعتقد، غير صعب لان وجهه على الاقل بالنسبه لنا احنا في السي دي تي، احنا مصرين على سحب كافه التوقيفات وما يمكنش نتعاملوا بانتقائيه مع الحالات.